بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم سلسلة سنوات كمبيوتر. محدثكم إبراهيم عبد الحميد، إعداد وتقديم إبراهيم عبد الحميد، من دوام المنصورة مصر. رقم التليفون 0165-47-329 أو 0175-272-96. شكر خاص لكل من حسب الآدمية: حسين، سامي، السيد، أحمد، شفيق، ندى، كنزي، عمرو، زهرة الفردوس، إيمان. من السلسلة firstyear_1988@yahoo.com. النهاردة نتكلم في موضوع ظريف وخفيف عن إزاي تسطب برنامج وتفك تسطيبه. الأول عايزين نعرف يعني إيه برنامج ويعني إيه تسطيب، وعملية التسطيب دي بيتم إزاي وإزاي نلغيه. ده الحاجات اللي احنا ممكن نصعدها، ممكن نصعد من خلال الكلام ده حاجات تانية تتعلق بالموضوع ده حسب ما ربنا ييسر ان شاء الله. دلوقتي الاول احنا بنتكلم في ازاي تسطب برنامج، فعايزين نعرف يعني ايه برنامج. البرنامج هو مجموعة من الاوامر المحفوظة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر، بمعنى ان شوية خطوات الجهاز بيعملها او خدمة معينة الجهاز بيعملها بيأديها ليك كويس عن طريق شويه خطوات. الشويه خطوات دوت البرنامج حافظهم وعارفهم كويس قوي. مين اللي معرفهم من البرنامج؟ المبرمج، البروجرامر، الراجل اللي صنع البرنامج ده هو مظبط البرنامج بحيث ان هو يشتغل على جهاز الكمبيوتر بتاعك بحيث ان هو يؤدي الوظيفه الفلانيه والفلانيه والفلانيه. اذا كان انتي فايروس يبقى يحميك من الفيروسات، اذا كان برنامج ماسنجر زي اللي هو ماسنجر اللي احنا هنسطبه حالا ده يبقى يساعدك على انك تعمل تشات مع الناس، على انك تبعت ايميلات، على انك تعمل كذا. خلاص، يبقى كل برنامج له وظيفه، الوظيفه دي بيحددها المبرمج وبيعمل برنامج في مجموعه اوامر بتؤدي الوظيفه في الغلط ده. من ضمن هذه البرامج الويندوز. الويندوز اللي احنا شغالين عليه ده نوع من انواع الاوبريتنج سيستمز، نظم التشغيل اللي هو وظيفته ان هو يدير لك الجهاز، اسمه اوبريتنج سيستم او نظام تشغيل، يعني بيشغل الناس كلها، هو اللي بيشغل الجهاز وبيخلي له فايده. فده يعني ايه برنامج؟ شويه اوامر وحاجات محفوظه، تمام. البرنامج اللي هو اسمه سوفت وير، يعني بروجرام هو سوفت وير. سوفت وير يعني البرامج والتطبيقات بشكل عام. انما لما يعني برنامج معين بنقول عليه ايه؟ بروجرام. كويس، فده برضو عشان نفرق، يعني عشان ما يحصلش لبس يقول لك لا ده البرنامج غير السوفت وير وما لهمش علاقه ببعض. لا، هو مجموعه البرامج اللي موجوده على الجهاز اسمها السوفت وير اللي موجود على الجهاز. كويس جدا. طيب يعني ايه تسطيب؟ عرفنا برنامج اسمه بروجرام. تسطيب اللي هي التعريب بتاع كلمه سيت اب اللي هي برضو اسمها انستول. يعني ايه بقى السيت اب او الانستول ده؟ السيت اب للبرنامج بمعنى انك تفعله. يعني البرنامج قد يكون موجود عندك على الجهاز بس غير مفعل. يعني انا مثلا الجهاز اللي انا قاعد عليه دلوقتي، مع عليه برنامج اسمه ريال بلاير، اللي هو برنامج بوسائط متعدده مالتي ميديا، يعني اللي هو بيشغل حاجات صوت او حاجات صوت وصوره كده، فاسمه ريال بلاير. كويس، البرنامج ده موجود عندي، الاصل بتاعه اللي هو السورس قدامي اهو. كويس، بس هل البرنامج شغال عندي على الجهاز؟ لا. ليه؟ لانه غير مفعل. يبقى عمليه التسطيب هي عمليه ان انا احول البرنامج من مجرد سورس، من مجرد حاجه موجوده عندي على الجهاز، الى برنامج مفعل اقدر استفيد بيه. بمعنى ادق، انا دلوقتي لو معايا فلوس عمله ما في دوله، يعني مثلا معايا عمله، اي عمله غريبه في دوله زي ايه؟ زي مصر مثلا. ايه يعني؟ معايا دولار مثلا في مصر، فرضنا ان مصر يعني بغض النظر عن تكون عمله غريبه ولا لا، بس فرضنا ان مصر ما بتتعاملش داخل جمهوريه مصر العربيه بالدولار، وفرضنا ان ما فيش حته تحول منها الفلوس من دولار لمصر. هل الدولار ده جوه مصر له اهميه؟ لا، لانه غير مفعل. يعني انت لو معاك في دولارات كتير قوي في دوله ما بتتعاملش بالدولارات، هل فلوسك لها اهميه؟ لا، ملهاش. فهي دي نفس الفكره، ان البرنامج موجود عندك على الجهاز بس غير مفعل، غير مسطب، غير منصب. تسطيب اللي هو التنصيب برضه. خلاص، ما حصلوش عمليه الانستليشن دي اللي هي عمليه التسطيب والتفعيل دي، فهمنا؟
فهو ده الموضوع ببساطة شديد. فالبرنامج دلوقتي موجود عليه، البرنامج دلوقتي موجود عندي على الجهاز، اسمه السورس، السورس الأصل المصدر، تمام. ده حاجة مش بتسطبها، كويس. لما بسطبها بتبقى موجود عندي على الجهاز وشغال، كويس. فهي دي الفكرة ببساطة شديدة. طيب ازاي بقى نسطب برنامج؟ فعملية تسطيب البرنامج عملية من أسهل ما ممكن. كل الموضوع زي اي حاجه في الجهاز الكمبيوتر، بيبقى عايز تفتحها بتروح تقف عليها وتضغط عليها ضغطتين شمال اهو. دلوقتي البرنامج ده اسمه ايه؟ اللي هو الواي ام اس جي ار 8 يو اس، يعني ده برنامج ياهو ماسنجر. الواي يعني ياهو ماسنجر، اللي هي الام اس جي ار ديت ماسنجر 8، الفيرجن بتاعته 8، يو اس بتاع اليو اس بتاع اليونايتد ستيتس اللي هي الولايات المتحده الامريكيه، خلاص. فده البرنامج اللي اختصار الباقي موجود عليه، ده بيعبر عن البرنامج بيقوم بوظيفه ايه. فانت ممكن تريح دماغك من الموضوع ده وتعمل اف 2 وتكتب البرنامج، تكتب ايه؟ الياهو ماسنجر، خلاص. يبقى انت كده غيرت اسم البرنامج بحيث ان هو يبقى اسهل بالنسبه لك، لانه هو مكتوب عربي، لو جبناه هنا كده شويه عشان تبان من الخلفيه البيضاء دي. يبقى انت كده غيرت اسم البرنامج عشان يبان ان هو عربي. فده من ضمن البرامج اللي احنا هنتعرف عليها ان شاء الله، هنبقى نعمل حلقه فيها اهم البرامج والوظائف. فبرنامج اللي هو ماسنجر ده هو متسطب عندي على الجهاز اهو، موجود فعلا. طبعا احنا هنسطبه تاني، ماشي، وبعدين هنفكه او هنشوف ازاي بنسطب يعني بنخليه مفعل، وبعدين بنفكه ونخليه ايه، مش مفعل تاني، نرجعه كانه مش موجود على الجهاز. فانا عندي واضح ان انا عندي مشكله في الماوس. ده برنامج ليه ماسنجر. لما بقى اخش على ماسنجر اضغط ضغطتين عليه، بفتحه زي اي حاجه، بيجي يقول لي ياهو ماسنجر ويلكم مش عارف ايه، بدور على الحاجه اللي هو معلم لي عليها اللي هي كلمه نيكست. الحاجه التانيه كنسل، كنسل يعني ما تكملش، الغاء. نيكست يعني ايه؟ قدام. وبعدين بنبص بقى هنا اللايسنس اللي هي الرخصه بتاعت الشركه، وبتقول لك انك حقوقك كذا وعليك كذا وما ينفعش تعمل كذا وينفع تعمل كذا، دي اللايسنس. طبعا انت عشان تستفيد من البرنامج لازم توافق، ففي تحت يس اي اكسبت، فبتعلم عليها يس اي اكسبت، يعني انا موافق على الشروط بتاعتكم. وبعدين نيكست، يجي لك البرايفسي بولس دي، يعني اللي هو البوليصه بتاع التامين، بتاع الخصوصيه، مش بتاع التامين قصدي، بتاع الخصوصيه. فهتقول نيكست، نيكست يعني البرايفسي اللي احنا قعدنا عليها ديت، اللي هي بتضمن لك امان معلوماتك على الـ عند شركه ياهو. انت بتحط معلومات عندك شركه ياهو، المفروض انك بتحط اسمك الحقيقي وعنوانك الحقيقي وحبه حاجات كده، فالشركه بتضمن لك انك ايه، مش هيحصل ان حد يستفيد بيهم يعني. بعدين نبدا عمليه التسطيب. شوف مكتوب انستولينج عندك فوق هنا، مكتوب ايه في النافذه دي؟ انستولينج يعني ايه؟ بتتم عمليه التسطيب. عمليه التسطيب هي عمليه بتبقى عباره عن حاجتين. الحاجه الاولانيه فك البرنامج المضغوط، يعني البرنامج السورس ده عباره عن حاجه مضغوطه في مساحه قليله، فهو بيفك وبيفيده في مساحه اكبر، دي حاجه. وده بيتم عن طريق نقل الملفات وهي بتتفك، يعني هو بيفك الملفات حلو، وهو بيفكها بياخد منها نسخه يحطها على الجهاز، والملفات اللي كانت اتفكت دي بتبقى تمبرري فايلز، يعني ملفات مؤقته بتروح خلاص. طيب بتستنى لحد ما يجي لك كلمه انستليشن كومبليت، يبقى كده البرنامج اتسطب. يبقى دي عمليه تسطيب برنامج الياهو مسج، حاجه سهله جدا. بعد كده بيفتح لك البرنامج، ادي البرنامج وعليه ايه؟ ايميلي. طبعا هو محطوط او هيجي لك ابيض عندك البرنامج. ان شاء الله هنبقى نستعرض شرح برنامج ياهو ماسنجر برضه. هيجي لك، قصدي الخانات اللي هي مكتوبه عندي ديت مش هتيجي مكتوبه عند حضرتك. كده عرفنا تسطيب برنامج الياهو ماسنجر. برضه من البرامج اللي ممكن نسطبها برنامج اسمه ايه؟ الكودكس بتاعت ايه؟ الكيلايت، كيلايت كودك، كويس. طيب هو بيقول ان هو موجود على الجهاز، ممكن اسطبه تاني، اقول له يس. بتنين ماشي معاه، يعني حتى لو مش فاهم قوي
تصطيب البرامج والحاجات دي مش هيضر بالجهاز، بس اهم حاجه ان انا ما اخبطش زي ما المصريين بيقولوا، يعني ما اخترعش قوي في الموضوع ده، يعني اسطب حاجه برنامج انا عارف هو بيقوم بايه وعارف هو هيفيدني في ايه. او واحد صاحبي جاب لي البرنامج ده بيقول لي البرنامج ده بيعمل كذا كويس، انما ما تماداش يعني، عشان انا قلت ان تصطيب البرامج غالبا ما بيدورش بالاجهزه، يعني انك سطب برنامج ده انت بعد كده ممكن تسطبه وممكن تفكه، قصدي ايه بمعنى ما بيدورش بالاجهزه، قصدي ان مفيش قلق. شوف هو هنا بيعمل ده عمليه انستولينج، يعني بيفك البرنامج. طبعا هو كمان كان مسطب على الجهاز اصلا، انا كان المفروض اشيله قبل التسجيل، بس المهم يعني ده كده بيعمل عمليه انستولينج. ليه؟ انا بسطب حاجه فوق حاجه تانية، فهو بيقول لي طب ما انا اشيل لك القديم واحط لك الجديد، يبقى انا كده كاني بسطب حاجه فوق حاجه، فهو بيقول لي اشيل لك القديم واحط لك الجديد. بيجي يقول لك حاجه مهمه قوي، ان انا عاوز اعمل ريستارت بعد ما بخلص حاجه مهمه في الجهاز. طبعا انا اقول له نو، وبعدين اقول له نو، اقول له نيكست نيكست نيكست. بتيجي من هنا بقى لو انت عايز تختار بروفايل معين انت حد قايل لك عليه من البروفايلات بتاعت الكي لايت كويس. البروفايلات دي فيها البرنامج بيتعامل مع انهي امتدادات وبيتعامل ازاي وبيشغل ايه، بس طبعا الحاجات الاساسيه اللي اغلبنا بيتعامل فيها بتبقى موجوده في اغلب البروفايلات. نيكست، وبرده بتيجي من هنا تقوم نازل كده وتشوف بقى، اتعلم على الفورماتس والحاجات اللي قدامك ديت، مثلا اوديو فورمات دوت كلهم علم عليهم، وهنا ميك الثامبنيلز كمان، وننزل ننزل ننزل. ما انا كده بضمن ان البرنامج بيشغل ايه اغلب الامتدادات والحاجات اللي ايه موجوده عند الجهاز. بعد كده بتبدا عمليه التسطيب، ده عم بيعمل انستولينج اهو. انستولينج يعني تسطيب، ان انستولينج يعني فك التسطيب، يعني ارجع في كلامي تاني، يعني اشيل البرنامج من عند الجهاز اخليه غير مفعل. يبقى في عمليه انستولينج ان انا اخليه مفعل، في عمليه ان انستولينج ان انا افك التسطيب بتاعه. بعد كده بقول له فينش كويس. برضه برنامج الريال بلاير، طبعا اثناء عمليه التسطيب دي ممكن تواجهني مشاكل كتيره، ما تخضش يعني عادي، برنامج ما سطبش، ممكن يكون بايظ، ممكن يكون ناقصه حاجه، ممكن يكون النسخه بتاعته قديمه، ممكن يكون غير متوافق مع نسخه الويندوز اللي عندي، ممكن مشاكل كتير جدا. ما اقلقش بقى اقول الجهاز باظ والكلام اللي احنا بنسمعه ده، يعني قصدي اتعامل مع الموضوع بسلاسه ومرونه متناهي. في نفس الوقت ما بقاش مهم ان انا اي برنامج اشوفه اقوم مسطبه. طبعا ده بيتقل الجهاز، ان البرامج دي لما بتتسطب بتاخد جزء من مساحه الرامات، بتقل الجهاز بتاعك شويه، ف ما بقاش مهمل، وفي نفس الوقت ما بقاش ايه الو، يعني ايه ما بين ده وده. بيجي هنا يقول لي انت موافق على الكلام ده، اقول له اي اكسبت، دور ده معاك انت اكسبت. بيجي يقول لي انت عندك نت، انا ما عنديش نت على الجهاز ده، فبعلم اي دونت ايه هاف ان انترنت كونكشن. يجي على الحاجات دي يقول لي عايز الفيتشرز والمميزات اللي موجوده عندنا ديت، اقول له ماشي نيكست. بريبيرنج انستليشن، يعني بيجهز لعمليه انستليشن. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الموضوع يجب ان هو في الكمبيوتر بشكل عام يتعامل مع البرامج والحاجات دي بهدوء شديد جدا، نبقى عارفين هي بتعمل ايه، في نفس الوقت ما نبقاش مهملين في اننا بنسطب اي برنامج وخلاص كويس، انما ما نخافش ان الجهاز هيبوظ لو انا سطبت البرنامج الفلاني. لا مفيش حاجه اسمها الجهاز هيبوظ ولا السبت، الجهاز هيتحرق، الجهاز هيولع، الكلام اللي هو الاوهام اللي في دماغ الناس ده، الحاجات دي بتيجي من حاجات تانية. انما عمليه تسطيب البرامج والحاجات دي عمليه بتقل الجهاز صحيح، بس انت متى ما عملتها تقدر ترجع في كلامك وتفتكر ان انت سطبته، بس الاولى انك ما تسطبوش اصلا. تاني حاجه انك ما تعملش في الكمبيوتر بشكل عام حاجه انت ما تعرفهاش، كون ان يبقى عندك فضول دي حاجه كويسه، بس يبقى عندك فضول في حته انت متعلم فيها، يعني واحد علمك الحاجه الفلانيه فانت بتدور على حاجه معينه فيه، انما كون ان يبقى عندك فضول في حاجه ما تعرفهاش نهائي. طبعا النبي بيدور على النت، فانا اقول له كنسل لان مفيش نت، وبعدين اقول له اكزيت. كده البرنامج اتحمل وبيعمل، المفروض ان هو بيتصل بالانترنت دلوقتي وبيعمل لودنج للبيج بتاعته، الصفحه الرئيسيه بتاعت شركه ريال بلاير، لانك ممكن تتصفح على الانترنت على فكره من خلال البرنامج ده، ده مشغل صوت وفي نفس الوقت صوت وصوره، وفي نفس الوقت ممكن تتصفح على الانترنت. ده برنامج الليب، وطبعا فيه حاجات فوق اهو، اوبشنز وفيتشرز كتير قوي، وممكن تعمل لايبراري، وممكن تعمل بلاي ليست، وممكن تعمل حاجات كتير قوي. خلاص طبعا ده مش موضوعنا. بعد كده اخر جزء في الفيديو بتاع النهارده او في الحلقه بتاع النهارده، جزء بسيط قوي،
انا عمليه فك البرامج، انا عايز افك برنامج، بدور على حاجه اسمها اد اور ريموف بروجرامز. دلوقتي اد اور ريموف بروجرامز دي يعني ايه؟ يعني اضيف او احذف برنامج. اضيف يعني ايه؟ يعني اسطبه. اد بروجرام يعني اسطبه، ريموف بروجرام يعني اشيله من عندي، احذفه. كويس. دلوقتي الخاصيه اللي احنا هنجيبها دلوقتي او الحاجه اللي احنا هنجيبها من كنترول بانل، ممكن تيجي ممكن تيجي من اكتر مكان، من ضمنهم من كنترول بانل. الماوس ما شاء الله. من قائمه ستارت نروح، طبعا البرنامج اللي احنا مسطبينه البرنامج الجديد بيظهر هنا وبيظهر بعلامه مميزه اهو. شوف ده ريال بلاير متعلم عليه علامه كده لون غيرهم كلهم، وده كلايت كودك برضه متعلم عليه ان هو ايه حاجه جديده، ما في الحاجات بتظهر في اول بروجرامز بتبان انها حاجه جديده بالشكل ده. واروح هنا كنترول بانل، ادي كنترول بانل في حاجات كتير قوي. من ضمن الحاجات اد اور ريموف بروجرام، لما بفتحها بيجيب لي اد اور ريموف بروجرام، قائمه بالبرامج اللي مسطبه عندي على الجهاز. دي البرامج اللي انا بتعامل معاها عندي على الجهاز. كويس. طبعا يفضل البرامج دي ما تبقاش كتير، غير طبعا لو كانت الجهاز بتاعك كبيره وتقدر تسطب برامج كتير، انما اول ما الجهاز بيتقل بتيجي هنا وتفك البرامج اللي ملهاش لازمه. دي اول خطوه تعملها، يعني اول ما الجهاز بتاعك تحس ان هو تقيل وما بيستجيبش لاوامرك بسرعه، تيجي هنا وتفك الحاجات اللي انت ما بتتعاملش بيها. دي حاجه بنجيب منها اد اور ريموف بروجرام. طيب في حاجه تانية اسرع شويه، ممكن ما اخشش كنترول بانل، ممكن اخش ماي كمبيوتر ومن هنا الاقي اد اور ريموف بروجرام زي على طول. تمام. على فكره الشينج سيتنج ديت اللي هي كنترول بانل، يعني دي اد اور ريموف بروجرام، تشينج سيتنج من هنا ديت ايه كنترول بانل، ادخل على كنترول بانل بدل ما اجيبها من قائمه ستارت. يبقى احنا عرفنا من هنا حاجتين، اد اور ريموف بروجرام بتفتح لي اد اور ريموف بروجرام، تشينج سيتنج بتفتح لي كنترول بانل. ادي اد اور ريموف بروجرام، نكبرها كده ونبص هنلاقي برامج كتير قوي انا مسطبها، كل برنامج من دول له وظيفته، وظيفه معينه وانا محتاجه في حاجه معينه. ولنفرض مجازا ان في برنامج معين وليكن اياه ماسنجر اللي احنا مسطبينه حالا انا مش عايزه، فبقف عليه وبضغط عليه ضغطه واحده بيجي لي هنا وبيجي لي بياناته، ده السايز المساحه اللي هو واخدها، بستخدمه قد ايه ريرلي، يعني بستخدمه نادرا ما بستخدمه. كويس. فيجي من هنا اقول لي تشينج اور ريموف، يعني اتغير فيه ولا اتحذفه، فانا بقول ان انا عايز احذفه. بعد ما ضغطت على كده بيقعد يعمل شويه، ممكن يجيب لي كذا حاجه نيكست، وممكن يجيب لي فينش على طول زي هنا. لما بيجيب لي نيكست بضغط عليها وبعدين بيجيب لي فينش، بقول له فينش، يبدا بقى تحس ان هو بيحذف البرنامج، تحس ان هو بيرميه كده كانه ايه بيرمي البرنامج من ايه من عنده. دلوقتي البرنامج ده مش هيبقى موجود عندي على الجهاز، بمعنى ايه مش هيبقى موجود؟ مش هيبقى مسطب، انما الاصل بتاعه عندي، فالاصل عندي ممكن اسطبه في اي وقت تاني. حلو. يبقى انت دايما تحتفظ باصول البرامج، الاصل اللي هو السورس ده اللي احنا مسطبينه من شويه ده بتحتفظ بيه، انما ايه اللي بتفكه؟ البرنامج المتسطب نتيجه انت ما بتستخدموش او مش محتاجه دلوقتي او هتحتاجه كمان قدام شويه. فكده شال برنامج اليوم ماسنجر من عندي. كويس. لو عايزين نسطبه تاني نرجع نعمل اللي احنا عملناه من شويه، نروح للبرامج اللي على الديسك توب ديت، واهو ده برنامج اللي هو ماسنجر، لو ضغطت عليه ضغطتين هيجيب لي نيكست 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 اكسبت والكلام ده، وبعدين اقوم جايب له ايه فينش، يبقى البرنامج اتسطب ويرجع يتحط تاني في اد اور ريموف بروجرام. من ضمن الحاجات اللي في اد اور ريموف بروجرام برضو اد نيو بروجرامز، يعني لو فرضنا ان عندي حاجه معينه ان انا عايز اسطب برنامج، اسطب برنامج ديت ليها اكتر من طريقه، من ضمنها 3 اور فلوبي، ومن ضمنها ان انا عايز اسطب ويندوز ابديت. يعني ايه الكلام ده؟ سي دي اور فلوبي يعني انا عندي اسطوانه سي دي عليها برنامج انا شاريه، شاريه من محل بيبيع اسطوانات كمبيوتر. طبعا الفلوبي عاد قديم قوي، ما عادش بينزل عليه برامج. فعندي اسطوانه سي دي ومحطوط عليها برنامج، فانا عايز اسطب البرنامج ده، فبحاول احط الاسطوانه ديت. لو البرنامج ما اشتغلش على طول، لو البرنامج اللي ما ظهرش قدامي وقال ازاي اسطبه ومشيت معاه، ممكن اجي من هنا واعمل ايه؟ اضغط على سي دي دي. يبقى بعد ما احط الاسطوانه في السي دي اقوم جاي من هنا ضاغط على سي دي. ده لو البرنامج ما اشتغلش لوحده، انما انت غالبا 90% و99% كمان اول ما بتحط الاسطوانه في السي دي بتلاقي على طول البرنامج او الاسطوانه نفسها اشتغلت قدامك، وجات لك شاشه قدامك بتقول لك انت عايز تسطب ايه بالظبط، وانت بتختار مين انت عايز تسطب.
بعد كده في حاجه اسمها ويندوز ابديت، يعني لو انا عايز اعمل تحديث لنظام التشغيل، شركه مايكروسوفت بتنزل على الموقع الالكتروني بتاعها كل شويه تحديثات للنظام التشغيل. التحديثات دي بتبقى غالبا عباره عن سد للثغرات اللي في الويندوز. كل شويه بكتشفوا ان الهاكرز والجماعه المخترقين بيستغلوا الاجهزه بتاعتنا عن طريق بعض الثغرات الموجوده في ويندوز، في الويندوز ده، فبكل شويه بيقوموا مكتشفين ثغرات جديده، فيقوموا ايه عاملينها سدين الثغرات ديت ببرامج وسوفت وير جديد. فانت بتنزل من هنا الابديت ده وبتحدث. بعد كده لو انت عندك كمان حاجه في ادو ريموف ويندوز كومبوننتس، يعني في مكونات الويندوز نفسه، لو ضغطنا على هنا نلاقي في حاجات جايه مع الويندوز، اضافات او برامج معينه. طبعا هو بيقول لك بليز ويت، استنى شويه، في برامج معينه وحاجات جايه مع الويندوز زي ايه؟ زي الاكسسوارز، الملحقات، زي الفاكس سيرفيس، زي الانترنت اكسبلورر، تمام، زي الام اس ان اكسبلورر، الحاجات دي كلها، زي الويندوز ميديا بلاير، الحاجات دي كلها لو انت عايز تشيلها بتشيلها. والله في مثلا ان انا عايز اخش على الايه الاكسسوارز، فبقى الاكسسوارز طبعا هي 18 ميجا بايت، فاقول له ديتيلز، يقول لي انت عايز تخش على الاكسسوارز في ايه؟ اقول له اكسسوارز، يا اما اكسسوارز عاديه، فاضغط على ديتيلز اهي، كالكوليتور، الآلة الحاسبة، والحاجات اللي موجودة، والماوس برينترز، والبرنامج البرينتر الرسام، كل ديت حاجات جاية مع الويندوز، فواخدة مساحة معينة. ولنفرض إن أنا عايز أستغنى عنها، بقوم شايل علامة الصح من قدامها، ولنفرض مثلا إن أنا عايز الكاركتر ماب ده، ما يهمنيش، فأجي هنا وأشيل علامة الصح، بعدين أقول له أوكي، إن الكاركتر ماب ده ما يهمنيش، كويس؟ الجيمز ما تهمنيش، الجيمز دي لو ضغطت عليها يفتح لي قائمه بالالعاب اللي بتيجي مع الويندوز، اللي هي سوليتير والالعاب اللي زي ديت، اه، فانا مش عايزها كمان، فباجي كمان وبشيل الايه؟ وبشيل الالعاب دي لو انا عايز اشيل حاجه من السطاب عندي على الجهاز. طب انا عايز احطها حاجه من حاجات الخيارات اللي ظهرت قدامي، هي عايز احطها بعلم صح قدامها، يبقى لما بعلم صح قدامها بتبقى بتبقى موجوده عندي على الجهاز، لما بشيل علامه الصح بتتشال من عندي على الجهاز خالص. بعد ما اضغط على اوكي، وبعدين بضغط من هنا على نيكست، فبيظبط بقى وديليتنج الفايلز الزياده، بيمسح الفايلات الزياده اللي هو مش هيحتاجها دلوقتي. بقى ظبطت دلوقتي الويندوز بتاعي وشلت منه الجيمز وشلت منه الكاركتر ماب زي ما احنا شفنا. لو محتاج كان مثلا ما فيهوش كالكوليتور، ما فيهوش اله حاسبه، يبقى هلاقي الاله حاسبه مش متعلم قدامها صح، يبقى انا اعلم قدام الاله حاسبه صح. لو كان ما فيهوش الالعاب وانا عايز اعلم، يبقى عليه العاب، الالعاب اللي موجوده في اول بروجرامز، كويس. انا دلوقتي لو كنت دخلت في اول بروجرامز قبل ما تشيل الالعاب كنت هلاقي العاب هنا جيمز، انما دلوقتي لو دخلت في اول بروجرامز هلاقي الالعاب ايه؟ فاضيه امتي، يبقى في جيمز كان اول الجيمز دي فيها خمس ست العاب كده، دلوقتي انا شلتهم، كويس. بروجرام اكسس اند ديفولت انت بتسيبها كاستوم وخلاص، يعني كلها حاجات عاديه. ديفولت ويب براوزر، انت عايز تستغل الويب براوزر ايه بتاعك، ما كانت ويب براوزر يعني اللي انا بستخدمه دلوقتي، ولا عايز تستغل انترنت اكسبلور، الايميل، يعني الحاجات دي انت بتظبط بقى الايه البرامج الاساسيه عندك في الجهاز، او البرامج اللي بتستخدمها. فمن ضمنها الويب براوزر اللي هو برنامج متصفح الانترنت اللي انت بتخش فيه على الانترنت. فانت عايز تتعلم على يوز كانت اللي انت بتستخدمه دلوقتي سيبه زي ما هو، ولا عاوز برنامج تاني زي الانترنت اكسبلور. فلو عايز تتعلم هنا عن انترنت اكسبلور اهو وسهلا، عايز تقول له يوز كرنت، هو كل شويه كل ما بتيجي تفتح البرنامج كل فتره كده بيقول لك انت عايز تخلي المتصفح الفلاني هو المتصفح الرئيسي بتاعك، ولا عاوز تخلي الانترنت اكسبلور زي ما هما. فانت بتختار اذا كنت عايز تخلي برنامج زي مثلا فايرفوكس او جوجل كروم، اي برامج من برامج التصفح الانترنت عايز تخليها الرئيسيه اهلا وسهلا، عايز تخلي الانترنت اكسبلور برضه براحتك. الايميل بروجرام بيوز كرنت برضه، الكرنت هنا كلهم ما لحد دلوقتي انا ما غلطتش فيهم، فهم زي ما هم، يعني الكرنت بتاعي او البرنامج الحالي بتاعي هو الانترنت اكسبلور، والبرنامج بتاع الايميل بتاعي هو برضو الاوت لوك اكسبريس، كويس. انما انا بتكلم لو انت عايز تغير، تمام. الديفولت ميديا بلاير عايز تخليه ريال بلاير ولا ويندوز ميديا بلاير، البرنامج الاساسي عندك في تشغيل الحاجات الصوتيات والمرئيات ايه هو؟ الريال بلاير ولا الويندوز ميديا بلاير؟
ماشي. انت بتقول يوز ماي كارنت ميديا بلاير، اللي هو ماي كارنت ايه اللي جاي مع النسخ، اذا ما كنتش عدلت فيه فهو اللي جاي مع النسخه ويندوز ميديا بلاير. كويس، يعني الموضوع ده بيفرق في لو انا عندي حاجه ممكن يشغلها الويندوز ميديا بلاير، ممكن يشغلها الريال بلاير، اللي بيبقى له اولويه الويندوز ميديا بلاير. ده معنى الكلام بتاع ديفولت ميديا بلاير، يعني برنامج التشغيل مالتي ميديا الافتراضي. يعني ايه الافتراضي؟ يعني هو اول واحد بيبقى له اولويه. شو هي ديفولت انستنت ماسنجنج بروجرام؟ يعني برنامج من برامج الايه المراسله. عايز تعمل الويندوز ماسنجر ولا عايز تخلي برنامج تاني؟ تشوز ديفولت فيرتشوال ماشين فور جافا، دي حتى ما فيهاش خيارات، هي الفيرتشوال ماشين بتاع الجافا اللي جايه مع الويندوز. خلاص، فدي حاجات. طب انت عايز بقى من فوق تقول له ايه؟ ان انا همشي مع شركه مايكروسوفت، وضغطنا على فوق ده اهو كده، فهو شركه مايكروسوفت هي كل حاجه مظبطه، اللي احنا كل قلنا اللي احنا مش شغالين عليه، اللي احنا عدينا عليه حالا يعني. كويس، الحاجات دي طبعا الافضل انك ما تلعبش بيها، انها مش فارقه في حاجه، لان اي برنامج بتعوز تشغله او اي حاجه بتعوز تشغلها في الجهاز بسهوله جدا ممكن تقف عليها وتضغط عليها كليك يمين. بس عايز حاجه فيها اوبن ويز. اي حاجه بتعوز تشغلها في الجهاز تضغط عليها وتضغط كليك يمين اوبن ويز، وبيقول لك بقى البرامج اللي انت محتاج تشغلها ايه، يعني البرامج اللي ممكن تشغل لك الحاجه دي ايه. كل برنامج وله خواص معين. خلاص، يبقى كده فهمنا الموضوع واستعرضنا حاجات كتير. النقط اللي انا يعني عركت عليها سريعا النهارده، يعني نقط اهميتها قليله قوي، المستخدم العادي مش محتاج، بس هي اضافات وحاجات الشركه عندها زيادات، يعني زي الحته الاخيره بتاعت ديفولت بروجرامز دي مش مهمه قوي. يعني زي ما قلنا ان اي برنامج بتحب تفتحه بتقدر تفتحه، يبقى مش فارقه معاك مين ديفولت ومين مش الديفولت. ولو هو مش ديفولت بتقدر تخش عليه من الاوبشنز بتاعته حسب البرنامج وتخليه هو الديفولت او البرنامج الافتراضي بتاعك. اظن الحلقه النهارده كانت حلقه كويسه، يا رب يكون فيها معلومات جديده ومفيده لحضراتكم. عرفنا يعني ايه برنامج، عرفنا ازاي نسطبه، عرفنا ازاي نفك التسطيب بتاع البرامج. محتاجين عشان نكمل الحلقه ديت نبقى نعمل حلقه متكامله معاها بيكملوا بعض عن اهميه كل برنامج، يعني برنامج ده ماسنجر ده بيعمل ايه، برنامج الريل بلاير ده بيعمل ايه. طبعا احنا لما هنشغل البرامج دي هنعرف اهميتها لوحدنا، يعني لما هاجي اضغط على مثلا مقطع صوتي انا مسجله وضغطتين الاقي برنامج الريل بلاير طالع قدامي، فاعرف ان برنامج الريل بلاير هو اللي بيشغل مقطع الصوت ده. اجي اضغط على حلقه من حلقات السنه كمبيوتر فلاقي ان برنامج الويندوز ميديا بلاير هو اللي بيشغلها، او برنامج الريل بلاير هو اللي بيشغلها، فاعرف ان برنامجين ويندوز ميديا بلاير والريل بلاير هم اللي بيشغلوا حاجات الصوت والصوره اللي هي الحاجات الفيديو. شكرا لكم على حسن استماعكم. طبعا احنا في شهر رمضان الكريم، ارجو منكم الدعاء لي ولمن قاموا على هذه السلسلة، الدعاء لي ولمن احب ولمن قاموا على هذه السلسلة بكل خير. وفقني الله واياكم لكل خير وعينني علي، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.